اهلا بحضراتكم مره تانيه في البيت الكبير، اول فقراتنا مع الناقد المتميز واللي بيشرفنا دايما هنا في البيت الكبير الاستاذ محمود صبري. استاذ محمود مساء الخير عليك. صحابي مساء الخير، نورنا ومشرفنا دايما كتر. ربنا يخليك. عندنا طبعا اكيد مباراه النادي الاهلي مع سيمبا التنزاني، اكيد كلنا مترقبين ان شاء الله المباراه بشكل كبير. قبل ما نخش في تفاصيلها ومشوار النادي الاهلي، ذكرياتك مع الكابتن محمود جوهر الله يرحمه، خاصة امبارح كان ذكرى ميلاده، وكلنا دايما بنقول الكابتن محمود الجوهري، بس مش على مستوى اللاعبين، كمان على مستوى الصحافة والتعامل مع الصحافة. ذكرياتك ايه مع استاذ محمود؟ رحمة الله عليه، ذكريات كبيرة. يمكن سافرت معه سفرية طويلة، كانت في دورة في كوريا سنة 96 ورجعنا منها على المغرب، لعبنا ماتش العودة مع المغرب اللي خسرناه 1-0 بهدف بصير صلاح الدين. المباراه كانت مشحونه جدا على خلفيه كبيره جدا، احنا كنا لعبنا ماتش في القاهره هنا، واحد المعلقين تسبب عمل لنا برضه ازمه. هو نفس الكريم، نفس الشخص برضه كلمات كده طلعت كده عملت ازمه كبيره جدا وقتها في البعثه. الكابتن جوهري تاخده على مستوى، يعني دي حاجه انا احتكت بيها مدرب 96، لكن بداية الصحفية في 93 لما كان بيدرب نادي الزمالك، وكنت يعني في البداية اشتغلت بغطي نادي الزمالك فترة من الفترات، كنت بغطي زمالك وبغطي النادي الاهلي واتحاد الكورة، يعني بقى مكان عدد يعني الصحف ثلاث اربع صحف ما فيش. طبعا فلا على المستوى الانساني رحمة الله عليه كان انسان رائع جدا، يعني عنده ميزة احنا بنقول عليه ميزة ابن البلد، يعني ايه لو حد حتى قال لك كلمه وهو ما يسيبكش ما يترككش، لا ياخدك يصالحك يكلمك. كان يعني احنا كنا لسه صغيرين وبادئين، لا كان حاجه يعني يمكن عملت مشكله مع كابتن محمود سعد وقتها وتعامل معايا بطريقه شديده جدا وبتاع مش عارف ايه، ما تدخلش الملعب. كابتن جوهري فجاه اتدخل، لا ما بتكلمش كده وخدم، يعني ايه عايز اقول لك من الحاجات اللي ايه لما في حد يعمل معاك خطوه زي كده بتاثر فيك في الطريق، وتبدا ومن هنا بدات العلاقه، فتطورت العلاقه حتى انا يعني تدريجيا فروحت ناحيه النادي الاهلي. خلاص لما التقيت بيه كنت طبعا هو راجل شعبي، يعني حتى مع المنتخب فتح بابه مش لاي يعني ايه للكل، مش لاي حد، يعني مش عامل دايره وقافل عليها نفسه، تقابله في اي مكان مقابله يعني حميميه. هذا الرجل قدم للكره المصريه، لو احنا قعدنا نعمل كتاب عنه هنقول ان هو حطينا على طريق العالميه، لانه دايما كان كلامه على حاجات الناس ما كانش واخده بالها منها، هو كان بيبص لقدام، يتكلم دايما صحيح. على الاحتراف، يتكلم ان احنا عاوزين ننقل نقله، تحمل، شوف بقى الفرق، بقى شوف حجم الضغوط اللي اتحملها من الجمهور في مباريات كتيره، من مباراه اليونان، مباراه رومانيا هنا في القاهره، الاحداث كبيره رايحين نلعب قبل بوركينا في غانا، لا خليك في غانا اللي راح لعبنا ماتشين وخسرنا، طلعنا من البطوله بعد مباراتين خسرناهم في ظروف صعبه، لما رايحين تلعب في بوركينا فاس بتقول هجيب المركز ال 13 وتحصل المفاجاه، لا مع المنتخب لما رحنا دوره كوريا وخسرنا برضو في النهائي، لما جينا برضو من ماتش المغرب ده وتعرضنا البعثه تعرضت هناك، خلي بالك الاتوبيس بتاع الفريق اتكسر بعد المباراه، والتعامل كان قاسي جدا، ورغم ذلك ما صدرش تصريح ما نقلناش، يعني الناس اللي كانت موجوده طلبت عدم نقل حرصا على العلاقات وبتاع، وانه مش عاوز اقول زله اللسان اللي حصلت هنا في تعليق الماتش، لا ده مش زله لسان، ده يعني زلات من اللسان ادت لنا مشاكل. لكن الجوهري جملته في اختصار مدرب قوي الشخصيه بروح انسان، يعني ايه ما بتطلعهوش عن يعني ما بصدرش منه، حتى لو حصل خلافات وكانت الصحافه بعض الاحيان قاسيه عليه وكان في اختلافات وجهه نظر حول طرق اللعب وبتاع، لكن برضه كان عنده روح من الود محافظ عليها برضه حتى يعني اللحظات الاخيره. شوف نقلته من هنا عمل ايه في الاردن، برضه عمل روح، يعني لا ما وضع الجوهري قدمه في مكان الا وصنع منه ندوما وابطالا، فرحمه الله عليه هو نموذج يحتذى به، هو يعني عاوز اقول هو اللي نور الطريق للاجيال اللي بعده، ادانا الفرصه نروح ان احنا نكسب بطوله افريقيا خارج ملعبنا في حدث كبير جدا، عمل حاجات كتير كابتن الجوهري للكره المصريه فرحمه الله عليه، واتمنى ان شاء الله اللي يعني خلفائه المستمرين هم يصيروا على نفس النهج وعلى نفس الاسلوب، وان يكون عندهم سعه صدر ويتحملوا، طالما الناقد
يعني ما وصلش لمرحله التجريح، طالما النقد في نوع نقد بناء فهو المقبول. وشو يعني، وكابتن مجاري تحمل كثير من الكلام اللي هو يعني كان في بعض الاحيان كانت الكلمه يعني ما حد حوارات معاه لما كان يذكر اسم لاعب في الجورنال كانش ينام من الفرحه. دلوقتي بتعملوا صفحات، تعملوا صفحات على العيل الصغير، هو بيقول بيقول لي كده، بيقول لي عارف لما كان اسمنا يذكر كده يتكتب مثلا كان مثلا الاستاذ نجيب السكاوي رحمه الله عليه لما كان يدي نمره مثلا 9/10 او 8/10 ولا اللعيب كانت الدنيا الناس يعني عايز اقول لك دلوقتي تكتب صفحه في نجم لسه ما عشان جاب جول ولا اثنين، لا يعني مساله. طبعا هو كان مقتنع انه الدنيا اتغيرت، وكان عنده زي ما حضرتك بتقول رؤيه مستقبليه شويه. حتى في يعني كابتن جوهري كان من اوائل الناس اللي نادوا بعمليه الاحتراف، مش بالاحتراف سنه 90 بالاحتراف اللي خدناه على الورق بس ان اللعيب يبقى محترف بعقود، لكن هو كان نظرته للاحتراف مختلفه شويه على اللي اتطبق من اول سنه 90، ان هو كان عايز يطبق الاحتراف بشكل افضل بكتير ما كان اتطبق من 90 يمكن لحد دلوقتي، كمان على مستوى حبه لبلده، وكان عايز يخدم حتى الكرة المصرية. وكان في وقت من الأوقات كان موجود هنا كمدير فني للاتحاد المصري، وكان عايز يعمل يعني هقول لك من الحاجات اللي تدل قد ايه الكابتن محمود الجوهري ده انسان عظيم، كان بيعمل للمستقبل. وفي مرة اتصل بيا وقال لي يا هاني انا عايزك، فروحت للكابتن محمود الجوهري يمكن كمان في بيته، فقال لي انا بفكر في حاجة كويسة قوي للكرة المصرية، ان احنا نعمل زي ما بيقولوا فريق الرديف، يعني فريق يبقى الفريق الاول في اي نادي في مصر، يبقى بدل ما يكون عنده 25 لاعب لا احنا ممكن نوسع القاعده يبقى عنده كمان الفريق الشباب او فريق الرديف اللي على فريق الامل. فريق الامل. فقال لي الكلام ده موجود في المانيا ازاي، فحاول يسمع مني خبراتي من المانيا. طب المانيا بتشتغلوا ازاي؟ فشرحت له، قلت له في المانيا في الفريق الثاني، ومن خلال الفريق الثاني دوت احنا كلعيبه محترفه ممكن جدا ثلاثه مننا يشاركوا في المباريات الرسميه، لو واحد راجع من اصابه او ممكن يخش يلعب مباريات ويطلع ثاني، في مجموعه خمس لعيبه من الولاد دول او من فريق شباب يقدروا يشاركوا مع حتى فريق المحترفين لو عنده عقد حتى هاب بروفي ممكن يشتغل فيها. قال لي طب حتى المسمى ايه؟ هو ما كانش عاجبه مسمى الرديف. رديف يقول لي المسمى دوت هيبقى عاوز حاجه ثانيه، هيبقى شكله لا. طب حاول بقدر الامكان انه يشتغل كمان، دليل على حبه البلد، وكان عايز الكره المصريه تروح في حته ثانيه خالص بصراحه. لا لا لا، هو حتى مع كامل احترامي كابتن لم يستفيدوا منه لما جابوه مدير فني، لانه خافوا منه، حصل نوع من الخوف برضه، هل هيبقى مدير فني ولا يخش على مدير فني المنتخب ولا هيتدخل، وحصل بعديه حتى هو مشي ما كملش لانه الاجواء ما يعني ايه، على فكره الاجواء مش لطيفه بالرغم من انه دور فني للاتحاد الكوره ده دور في غايه الخطوره، لانه دور يقوم على تخطيط الاستراتيجيات هدفها استراتيجيات مدى بعيد ومدى قصير. المفروض الاتحاد يوفر امكانيات والقدرات اللي تؤهل تدي الفرصه للراجل ده انه ينفذها. الكلام ده طبعا احنا يعني بعاد عنه، يعني شوف انت، شوف جاب اهل التخصص فبعت يقول لك اديني التجربه، انا عاوز اعرفها. شوف إيه انت بتعملوا ايه، عاوز الناس اعرف الناس دي احنا فين، هنروح فين لو رحنا في الخطوه في السكه دي. فاعتقد لا يعني انا بقول لك علامه كابتن محمود رحمه الله عليه، علامه فارقه في تاريخ الكره المصريه، في نقله من المحليه المستغرق فيها الى العالميه. بعد ايه 34 35 سنه، يعني 54 سنة. يعني ده عمر من عمر الناس ما شفناش مربناش كاس العالم، يعني 54 سنه ده حكايه، ده عمر بنادى انت يعني لما رحنا كاس العالم انت مش يعني عاوز اقول لك ايه، زي واحد بطلبك ان رايح كاس العالم فانت بتقول النبي يا ريت تخلص لنا انك عاوزين نفوز بالكاس يا عم. طب شوف الفوارق، طب شوف البتاع، طب انت يعني حتى ايه مساله يعني تطبيق الاحتراف في مصر بدا بعد التجربه دي، بدات طيب. الناس ايه، بس احنا برضو على فكره انت بتعمل حاجه كل حاجه انت بتطبق بقى لها فيها اخطاء، بس الذكاء انك انت بتجود وتدرس الاخطاء دي وتعرف تتعلم منها فتبحث عن الافضل فتزود ايه. يعني مثلا تعريجه كده عجبني، مثلا الاتحاد دلوقتي بعد ما قال لك هنجيب حراس مرمى جانب لغى القرار، كويس جدا لانه سمع راي الناس. هتجيب مين؟ تقضي على 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 فتره احنا عانينا منها لما كانوا الاجانب هم المصري. مش كل حاجه يا جماعه، هو تطوير الكوره مش كل حاجه انك انت تجيب الاجنبي، انت ما بتجيبش الاجنبي اللي هو انا نمبر 1، انت ما عارفش بتجيب 3 و4
يعني المستوى بتجيب ما بتجيبش حتى لو واحد ولا اثنين ممكن ثلاثة ما بتجيبهوش بتجيب أربعة وخمسة. هناقش برضو حضرتك في بعض القرارات أو بيانات اللجنة الثلاثية أو اتحاد الكرة النهاردة. خلينا نبدأ بملف النادي الأهلي. ملف النادي الأهلي كلنا إن شاء الله منتظرين مباراة يوم الثلاث، مباراة مهمة جدا جدا بالنسبة للنادي الأهلي. شايفها ازاي من وجهة نظرك؟ مباراة صعبة، مباراة في المتناول، هل التحديات اللي هيقابلها النادي الأهلي هناك في تنزانيا ممكن تأثر على نتيجة المباراة من ميعاد المباراة، من تواجد جماهير، من بعض؟ انا ما اعرفش برضو يا كابتن، هل هو الاتحاد الافريقي سامح بحضور الجماهير؟ حضر يعني هو دلوقتي المفروض كان يعني القرار مفيش حضور جماهير. يعني انا لو دلوقتي جيت هنا في القاهرة هجيب 100,000 عادي مثلا؟ ما غريب. هو مش بيقول لك في اجراءات وفي قرارات؟ يعني هو نادي وحيد المستثنى ولا؟ طبعا يعني الكلام اللي بيتقال انه تنزانيا ما مش معترفه بحاجه اسمها كورونا. ماشي، ربنا يديكم الصحه انتوا ناس، يعني ربنا يبارك لكم. فالوضع يعني لا، يعني هل ده مش مسار تساؤل؟ يعني هو قرار بمنع حضور الجماهير حرصا على مصلحه اللي في الملعب، ولا قرار يا عمي اللي يقدر يجيب جماهير ويلعب بجماهيرك؟ ما هو برضه يعني اقول لك على حاجه. لما جينا كاس العالم لليد، اللي انت ما تعرفوش انه رابطه الانديه المحترفه لكره اوروبا اشترطت عشان ننظم البطوله ان احنا ما فيش جمهور في الملعب خلاص في الصالات. وتم اتخاذ القرار ده رغم انه القرار كان الاول 30%، ولكن الحكومه المصريه عشان تنجح البطوله وكل الجهد اللي اتعمل ده كله ما وقفتش عند القرار ودرسته وخدت قرار بان البطوله تقام بدون جمهور. طيب الكلام ده تم ليه؟ لان هم خافوا على الناس بتاعتهم، من حقهم. مش هنقدر نتكلم رغم انك انت ظلمتني وانا منظم وعامل تكاليف انت ما يعني ما اكمل احترامي ليك بلدك ما عملتهاش، وعملت اجراءات، عملت كل اللي طلب مني وزياده. انت في الاتحاد الافريقي في قرار بان المباريات عشان ايه؟ تكافؤ الفرص بقى. كلها في بلاد عندها قرارات ما فيش جمهور، هل انت بتسيبها حسب ايه ظروف كل بلد؟ تعلن تقول الكلام ده، تقول خلاص ماشي سيمبا، الناس انك كورونا ربنا قدام ما وصلتش عندهم لسه، وهم شايفين مفيش كورونا فيسمحوا ب 30,000. ده كان المفروض 60 بس قالوا خلاص. خلاص خلي بالك ال 30 دول هتلاقيهم في الملعب 50. لا 50 لا، انا متاكد. يعني ما احنا لينا تجربه، سيمبا من الفرق اللي اتطور مستواها في الثلاث اربع سنين الاخيره يعني. ولازم صحيح. افكرك ان احنا عانينا معاها في احد المباريات كانت مهمه جدا فصل، وكسبناها 2-1 بصعوبه هنا في القاهره عشان نصعد يعني ايه. والاهلي خسر اخر مباراه من مباراه خسرها خارج ملعبه، خسر نفسه ب 2-0 لو تفتكر المباراه من سنتين خلاص. خسرنا كمان 1-0 كنا كسبانين هنا 5 ورجعنا خسرنا. ما انا بقول لك اهو. فانا عاوز اقول لك انه مباراه صعبه وفريق متطور وطموحات زايده، وفي يعني ايه على السكه انا بشوف يعني ايه. كمان كان عندهم وفد يعني زار النادي الاهلي والتقى وزار نادي الزمالك وشاف عاوز يعرف لانه عنده طموحات. ولاد خلاص في انفاق حجم كبير في ملاعب، في تطور في اللعبه. لا مباراه صعبه، مباراه نقطه مهمه جدا لفريق النادي الاهلي. لازم النادي الاهلي يكسر النتائج السلبيه اللي حصلت مع فريق سيمبا في ملعبه، ولازم يكون الاداء بقوه وبشده وتركيز رغم الاجهاد والتواصل المباريات الرهيب بشكل واضح. لكن اعتقد ان شاء الله الثقه كبيره جدا في موسيماني وفي اللعيبه ان شاء الله يكونوا يعني في يومهم ان شاء الله في تركيز كبير جدا. المباراه مهمه جدا، الفوز بيها هيضع وهيريح مستقبل الاهلي في المشوار البطوله، هيريحك خالص اكيد. يخليك خلاص يبقى انت عندك مباراتين جايين على ملعبك هتلعب بقى بدون خلاص، ضمنت ترتيبك اول المجموعه ان شاء الله. طيب بالنسبه للموسيماني، يمكن حضرتك كان ليك لقاء خاص مع موسيماني في جريده الاهرام يوم الجمعه اللي فاتت. قول لي كواليس اللقاء ده جه ايه، والحوار دار ازاي مع موسيماني؟ هل كان حوار فني بس او حوار مفتوح بالنسبة لشخصية موسيماني ووجوده في مصر؟ يعني قول لنا كواليس القعدة ديت ما بينك وما بين موسيماني في جريدة الأهرام. طبعا هو حوار، أنا بشكر عليك كابتن سيد أبو حفيظ لأنه يعني أنه استجاب يعني لما طلبنا منه أن احنا نعمل حوار، فهو الراجل لبى يعني على طول الطلب وبأمانة شديدة واستقبلنا استقبال كويس. أيضا زميلنا وأخونا الدكتور عمرو، طبعا عمرو محب أمانة شديدة يعني كان حاضر بقوة. يعني الناس قدمت لنا يعني فرصة ان احنا نلتقي موسيماني. انا موسيماني على مستوى شخصي
من الناس اللي معجب بيهم، معجب طريقة حتى لما كان مع سان داونز، ومعجب معجب بحماسه يعني ايه بعمل يعني بالنسبه لي كان عامل يعني معايا جو يعني. لكن انا لما التقيته على المستوى الشخصي كان مفاجاه بالنسبه لي ان هو حتى بدا يتعلم اللغه العربيه يعني. في مثلا ممكن اقول سؤال سالته بالعربي فوجئت ان هو ما استناش الترجمه، لقيته دخل في الحفر. بعد كده خدت حذري في القعده، قلت خلاص يبقى هو بيلقط يعني، بدا يلقط كلام بيعرف يرد عليك، يقول لك خلاص، يقول لك كويس، يقول لك مش عارف. يتعلم بسرعه. لا بدا يتعلم بسرعه. موسيماني من الحاجات اللي الحوار استغرق حوالي يمكن 90 دقيقه. هو فاجئني ان هو قال لي ان انا مش عاوز اتكلم مع المنافسين. يعني انا مش عاوز اتكلم على المنافسين، انا احب اتكلم عن فرقتي. يعني مش عاوز انا طبعا احترمت وجهه نظره. يمكن كان عندي حوالي من 6 إلى 7 اسئله خاصين يعني بالحديث عن لعيبه معينه عن كذا، برضو من الحاجات اللي هو برضو طبعا اعتذر منها. يعني قال ايه يعني عاوز نتكلم في الفرقه وانا بعمل ايه. قال لي ان انا حتى الان ما بداتش، دي كانت مفاجاه بالنسبه لي. قال انا ما بداتش حتى الان مع الفريق، يعني لسه يعني ما حطيتش البنيه اللي انا عايزها الفنيه، الكوره اللي انا عاوز اعملها. طبيعي جدا انه الاهلي يفوز بالدوري، يفوز بالكاس، يفوز ببطوله افريقيا، لكن اللي لازم يبقى الافضل من الطبيعي اي مدرب هيجي ياخده، لازم الاهلي مع دول يكون بيلعب كوره، كوره يمتع بيها يعني جماهير. هو لغايه دلوقتي بيقول لحضرتك ان هو لي لسه ما حطيتش الحاجه اللي انا عاوز اعملها، انا مش عارف اشتغل على مستوى انا بلعب كل ده كل 3 ايام. قال لي قول لي كده انت تقدر وانت كل 3 ايام تعال انت اسالني برضو رد علي تقدر كل 3 ايام تعرف تطور تصلح تصلح يعني الكلام يعني الاخطاء والكلام ده تقدر تصلحه مع فرقتك بالسرعه دي. قلت له لا طبعا. قال لي خاصه ان احنا بنبني وبنكون، لكن ايه اللي عجبك؟ هو سالني سؤال برضه يعني السؤال كان ايه، قال لي ايه اللي عجبك وشفته في الاهلي كويس يعني المرحله دي. قلت له بقى مانا شديد انا شايف الاداء الدفاعي تحسن بنسبه كبيره جدا، يعني كان في اخطاء كبيره على الفتره اللي فاتت، النهارده بقى تحس انه في امان كبير جدا وبيتطور للافضل. يعني انت بتبني لعب الكوره من تحت اللي الناس شايفاه كله، انك انت بترفض ان الكوره تطلع فوق ما تعلاش، اللي عاوز الكوره ماشيه على الارض، ودي حاجه اللي عاوزه قدرات ومهارات فنيه وشغل كبير جدا طبعا وحاجات كتيره طبعا جدا يعني أكيد. طبعا اتكلم على انه ان هو بيتقبل النقد والنقد الموضوعي، وقال ان انا يعني لا انا جوارديولا ولا كلوب ولا بتاع، وشاور بصبعه كده قال انا قد كده بس طموحاتي قد كده كبيرة جدا، وأنا ما بحبش يعني أكون إنسان مستسلم، أنا إنسان مقاتل، طموحي إن أنا أوصل للمرحلة وعندي أهداف كبيرة جدا في مع النادي الأهلي، نفسي أروح في حتة تانية حتى زي اللي احنا شفناها في كأس العالم، يعني حتى على مستوى أداء الكورة اللي هو التركيز الشديد جدا والتحرك من غير كورة. قال ده كل الكلام ده مش هيجي يعني، قال لي وانا قاعد كده معاك اديني اهو قاعد على البدله اهو، انت بتوقع ان اقدر الكلام ده انفذه وانا قاعد على المكتب؟ لا يمكن. صحيح صعب جدا، محتاج الناس بتتكلم يعني ننزل الشغل والتعب والجهد حاجه، والقعده وانت قاعد في زي ما قال كده وانت قاعد كده في المكتب ده كلام جميل جدا ممكن اقوله لك تستمتع بيه. لا طبعا عنده حق، وعلى مستوى طموحات يعني كمان نفس الكلام بيتكرر. احنا كان اول لقاء مع موسيماني هنا في اول ما جه مصر هنا في قناه النادي الاهلي، كل الناس كانت لامسه قد ايه الراجل ده طموح وقد ايه بيتكلم على الجماهير بصفه خاصه. يمكن من خلال حوار حضرتك معاه اتكلم انه بيقول ان جماهير النادي الاهلي لا مثيل ما لهاش مثيل طبعا، ولكن ما تقدرش ترضي 70 مليون يعني هو ده كمان عنوان وصعب جدا يا كابتن. ترضيهم ازاي؟ طبعا في ناس بتكلمه وفي ناس بتبعت له وهو يعني بيسمع، بس قال لي لو انا قعدت اسمع لكل واحد مش هشتغل. صح برافو طبعا طبعا أكيد. قال لي لا انا عندي شغل بعمله وجهد كبير يا جماعه، انا ليا 5 شهور ماليش 5 سنين. خلي بالك 5 شهور زي ما هو قال يا استاذ محمود، يعني الواحد برضو عنده خبرات تدريبيه، ال5 شهور كلها تلاحم من مباريات على مستوى عالي جدا، جه على بطوله افريقيا ربنا وفقه وعمل رجع وعمل فتره اعداد يا كابتن، ما عملش فتره اعداد مع ده اللي بيقول يعني اللي بيقول له مع حضرتك انه لسه مع
مش دي الكوره اللي هو عايز يلعبها. ايوه يعني مش ده الكوره اللي عايز يلعبها. انا هقارنك بين والناس بتحطه في مقارنه مع مانويل. المقارنه ظالمه. مانويل لما جه في التجربه المرحله الاولى مع الاهلي اللي كانت من 2001 ل 2002 جه برده كان الاهلي عنده مرحله انتقاليه بعد سيطره على مسابقه الدوري سبع مواسم متتاليه وبطوله كاس وابتعاد عن بطوله افريقيا والكلام ده. بدات الامور ترجع انك انت ترجع لافريقيا بالتدريج. بطوله غايبه عنك 14 سنه. بدا الاهلي يكون فرقه. ها خسر الدوري لكن كسب بطوله ايه؟ دوري ابطال افريقيا 14 سنه وكان برده عمل فتره اعداد انا كنت موجود فيها. صحيح. يعني كنت مرافق الفرقه فيها في البرتغال اكثر من ثلاث اسابيع ولعب مباريات ومذاكره. وعلى فكره مانويل برده بذل جهد كبير جدا عشان يعمل لك النقله بتاعت الكره اللي هو عايزها برده. يعني ليه فلسفه؟ ما فيش شك. وكان في بعض الانتقادات حتى من انتقادات حاده. شوف النتائج واول مباراه في مسابقه الدوري خسر وبتاع وعمل وحصل اترجى وكل اسبوعين ثلاثه يقول لك انا عاوز امشي انا مش عارف مين لغايه ما كابتن صالح رحمه الله عليه قال خلاص يا جماعه ما دام هو عاوز يمشي خلاص يمشي. لما رجع في المره الثانيه تم بناء بقى الفريق بقى الايه؟ الذهبي بقى اللي هو بدا في يناير 2004 بدأت بقى تكوين بقى من هنا ومن هنا ومن هنا وهنا بدأت بوضع مختلف وكمل معاك حوالي سبع سنين عمل المرحلة اللي انت وصلت لها دي الأكثر تتويجا ودورة أبطال أفريقيا ده كله الكلام ده ايه مش يعني محتاج ايه محتاج وقت محتاج وقت. فأعتقد ان هو عنده حاجة عنده هدف وميزة فيه ان هو بيسمع وميزة فيه انه بيتحمل. يعني برضو حتى انا سألته قلت له الناس بتقول انك انت واقف على الخط بتكلم الجهاز بتاعك ليه يعني؟ ليه بتجيبهم بتشاوره؟ فبالصدفه بتفرج على مباراه ليه امبارح يعني ايه؟ مباراه كده فجبتها من احد المباريات لقيته برضه بيتكلم في جنوب افريقيا لما كان مع سان داونز نفس بتاع. فبقول له ايه يعني انت لما سالته السؤال انت ايه يعني ايه الفلسفه؟ قال لي ما لازم اللي ورايا دول يكونوا عايشين معايا ويحفظوا اللي هينزل يقولوا له بص انت نازل ليه عشان الطالع ده عمل اخطاء واحد واثنين وثلاثه واربعه هم قاعدين ورايا يعملوا ايه؟ فانا بتكلم معاهم بقول لهم شوف بص بص فلان عمل ايه بص فلان عمل ايه. ما انا اتكلم مع نفسي يعني عاوز اقول برضو رد مقنع يعني برضو هو في حاجه هو طبيعي في حاجه في دماغه هو برضو وحافظها برضو بيدخل الجهاز المعاون معاه بشكل كبير جدا. التعاون ما بين المدير الفني والجهاز المعاون اعتقد على مستوى لازم عالي لازم جدا. هم عيونه على فكره ده كاركتر ده شخصيه مدرب كده. في مدرب تاني ممكن يكون متفق مع الجهاز المساعد ما حدش يقوم ما حدش يكلمني وهو اللي يقول مثلا قوم ده سخن. فكلها كاركتر وشخصيات مختلفه من المديرين الفنيين اني احسن واني اوحش. اعتقد ده بيبقى نتائجه جوه الملعب نتائجه وفي صالح الفريق يا كابتن. يعني انت ايه زي ما انت بتقول حضرتك في مدير فني ممكن يبقى دكتاتور في قراره فبيكلمش حد بالظبط فتيجي تطلع النتيجه اقول لك ايه ده ما بيسمعش على حد هو ماشي بدماغه مش هيتقال كده لا هيتقال ده. طيب لما هو يعمل كده مثلا وبعيش الناس معاه برضه نطلع يا عم والراجل ده عامل حفله على خط المرمى كده بيعمل ايه. لكن هو متعود على الحكايه دي وبعملها وبيعملها كان مع جهازه برضه في سان داونز فواضح ان هو ايه في حاله من ايه من التفاهم. الحوار راح وجه كتير يعني معاه طبعا ابدا اعجابه بال هو قال انه يعني ربنا وفقه ان هو عمل حاجه تاريخيه ما حصلتش وصعب تحصل اي مدرب ان انا لما جيت النادي الاهلي من سان داونز كنت عامل ثلاث بطولات في نص السيزون ولما جيت الاهلي دلوقتي عملت ثلاث بطولات فانا عامل ست بطولات في السيزون واحد ماشي ولسه عندي ان شاء الله بطولتين السوبر ماشي هعمل عندي ثمان بطولات ان شاء الله فيبقى عندنا شفت بقى توفيق ربنا انا مش ادعي العبقريه لا انا بجتهد وهشتغل ومش هبطل شغل وبحب شغلي وهعمل وهحاول ان انا اعمل حاجه تبسط الجمهور واعمل كوره الناس تحبها وده اللي احنا هنوصل له بس مش يعني عاوز الناس تديني بس بالراحه عليا هو كلام بالراحه يعني بلاش على طول انت مش انا ما معيش عصايه سحريه عشان لسه الاهلي الحقيقي من وجهه نظري ما ظهرش ما اداش المعنى اللي انت الراجل في منتهى الموضوعيه بالرغم ان انا في وجهه نظري انه محقق نجاحات لغايه دلوقتي على مستوى عالي جدا ما هو النجاحات دي مش عاجبه ما انت بتدي قيمه للي يعني مثلا الانتقاد الايجابي مقبول طالما في نقد بناء وانت بتتكلم لكن النقد من اجل نقد ان انا عاوز اشوه او ان انا اقلل او ان انا اجرح ده امر في غايه الخطوره لانه الجمهور له عينين خلي الحكم دايما في مقياسك الجمهور مش هتقدر تضحك عليه تضحك عليه ازاي مش هتقدر الكلام اللي انت تطلع تحسب عليه هتقول النهارده تقول عكسه بكره هيتقال عليك انك انت ايه
لا تمتلك مصداقيه في التناول. صحيح. اي مدرب عنده طموحاته قد تصطدم الطموحات بقدرات لعيبته. في شك. طبعا قد تصطدم يبقى مدرب نص ونص ولعيبه على كفاءه فيكسروا الدنيا. خلي بالك وفي كثير من المدربين لو حكينا في التاريخ وجبناه من الاول هتكلم على حاجات وعلى مفاجآت بتحصل لانه الكوره مش مضمونه يعني ايه ممكن لما تقفل معاك وتبقى مشكله لانه برضو ده كمان ده مهم جدا وبيدل الراجل لما بيتكلم كده هو تاني هنرجع لنقطه ان هو يعني ما كانش عنده الوقت الكفايه ان يقعد مثلا مع اداره الكوره او لجنه التخطيط ويقول لهم والله انا السيزون الجاي عايز 1 2 3 من صفقات وعنده وقت شويه انه يعمل شويه الكوره اللي بيتكلم عليها الكوره الجميله بيتكلم عليها اللي جزء منها انا شايف انه جزء منها اتحقق لكن مش على مستوى او على مستوى طموحه ده محتاج وقت ومحتاج شويه نفس ما تلاحم المباريات وتلاحم البطولات وتلاحم المنافسات مش مدياله حتى الوقت انه يحقق حتى طموح الجماهير اللي هي مش عاجبها الاداء لغايه دلوقتي يقول لك لا في اداء احسن في ممكن تغييرات وممكن تشكيل فالراجل محتاج وقت عشان ينفذ ده. انا سالته برضه سؤال قلت له على عدم ثبات التشكيل خاصه في الخط الامامي. من الاسئله الحاجات اللي طرحتها قلت له يعني انت خط الخلفي خلاص امنت المنظر يعني في عندك شكل لكن انت قدام مش الناس مش عارفه انت مره تلعب بكذا مره تغير بكذا فهو رد يعني رد عليا وقال لي يا ريت تسال كورونا هتمشي امتى عشان يعني ايه يعني انت لما يغيب عنك كذا كذا وفجاه تفاجئ انت الناس دي ترجع لك من كورونا بتاخد وقت عشان ترجع فتفاجئ باصابات اصابات بقى عضليه يعني برضو انا سالته عن الاصابات قال لي بس انت بص كده شوف الاصابات قلت ولا عن الاول ولا لا قلت له قلت لو كان عند كان في الفرقه يبقى عندك 10 و11 و12 لعيب غايبين الوضع دلوقتي بقى مختلف فاعتقد ان هو برضو ايه عنده يعني ايه ردود عنده سيستم انا شايف ان هو مصر وهو متمسك بيه بيقول انا لسه اطار الفني كامل انا ما وصلناش ليه هنحتاج وقت انت لما بتيجي تكلمني محتاج تدعيمات طبعا يعني محتاج وقت انك انت بتحفظ انت كويس انت بتكلم مع لعيب وتقول له شوف الاخطاء فين وبتديها له ان هو يتفرج عليها بنفسه لازم لعيبه نفسيه يبقى عندها الاصرار والتركيز ان هي بتروح في الحته دي انت كمدرب زي المعلم انت بتعلم وتشتغل وبتصحح وبتصحح الاخطاء بقى في توفيق وعدم توفيق وفي شغل بيبقى واضح لكن احنا المرحله الجايه يبقى عندنا تشكيل ثابت هيبقى عندنا شغل على حاجات معينه هيبقى عندنا في كل مباراه انت بقى حسب المنافس اللي انت بتلعبه لكن اللي حصل في كاس العالم حققنا الهدف منه احنا خدنا دفعه 10 امتار للامام قدام كده روحنا في الخبرة تديها تعمل لنا رد فعل برضو كويس ولسه يعني الراجل على ما اعتقد انه يعني عنده شغل كتير والحوار دار وهو بعد حتى من طال الحوار يعني وجه لنا اسئلة يعني هو بيسألنا هو سألكم كمان لا طبعا سألنا طيب. انتوا يعني ايه رأيكم ده الكلام ده احنا دار حوار بيننا وتكلمنا معاه انه يعني ايه رأيكم في الفرقة طب مين الشكل عامل ايه طب برضو ردينا عليه بالصورة وتكلمنا على بيحب يسمع كمان يعني هو لا بيسمع يعني لا بيحب يسمع لا بيحب يسمع برضو ممكن جدا اخد بيها ممكن ما اخدش يعني الزملاء اللي قاعدين قالوا له يعني الاهلي من الميزه بتاعته انه من الفرق الالتحامات تبقى لازم الالتحامات الاهلي ما بيخسرش الكوره بسهوله لازم بيجيبها في اسرع من نص دقيقه ودقيقه على الاقل الكوره لازم تكون في حوزته واقل من كده انت برضو محتاج الجزئيه دي وحتى تتكلم على جزئيه الامتلاك امتلاك الكوره والاستحواذ الاستحواذ بصوره اتكلمنا على الفاعليه الهجوميه لازم فيها شراسه وقوه اكبر من كده هو قال ده الكلام ده كله ده هيجي مع الوقت واحنا بنحاول فيه وبنحفظ وبنركز وبنشتغل فاعتقد انه انك معاك مدرب اكتسب ثقه الجمهور حقق يعني بطولتين ثلاث بطولات مهمه اشتراك كاس العالم عمل نتيجه مهمه جدا دفعه معنويه ليك موسم كمان مثقل ومحمل بالجهد والعرق محتاج شغل ومحتاج تركيز كبير جدا على طول دوري شوف انت هتروح افريقيا وبعدين ترجع ودوري ويعني ولسه كمان تصفيات لما ينطلق بقى تصفيات كاس العالم للمنتخب كل ده هيكون تحميل على الفرق الدوري طبعا على المستوى كل يعني اتكلمتوا على مستوى الدوري او مستوى الاهلي والله هو انا كلمته على سالته سؤال عن مستوى الفرق بين الدوري في جنوب افريقيا والدوري في مصر هنا هو اشاد بالدوري هنا يعني قال الدوري هنا اميز حاجه اللياقه البدنيه الدوري المصري عنده لعيبه اقوياء جدا يعني لياقه بدنيه عاليه جدا عندهم جراءه عندهم نزعه قويه يعني بيتميزوا
تبقى عندك ثقه. لاعب المصري لاعب مقاتل، ما اقدرش اقارنه هناك بلاعب جنوب افريقي. هناك الوضع عندنا بمباريات مفتوحه، انت هنا مثلا الاهلي بيلاعب مثلا المنافسه مثلا من 3 4 5 فرق، لكن الباقي كله بيلعب قدامك باسلوب دفاعي، فانت بتبقى محتاج شغل وتطور. بنتكلم الكره الجنوب افريقيا اللعب مفتوح اكتر، اللعب مفتوح يعني اكتر هناك، مفيش فرقتين بينزلوا اللعب مفتوح يعني. مفيش لكن حوار كان يعني سمعت تطرق برضو اتكلم على نجمنا الكبير محمد صلاح. لا طبعا هو كان هو قال انا نفسي يعني ان انا احنا يعني نطلع كذا محمد صلاح. يعني قال محمد صلاح مش واجهه لمصر ولا ولا للدول العربيه، لا واجهه لافريقيا، اضافه كبيره جدا، سمعه كبيره جدا، حاجه مميزه. وقال لو انتوا عايزين ناخد كاس العالم للانديه هاتوا لي بقى صلاح وهاتوا لي ساديو ماني وانا معاكم يعني. فانا بقول له يعني في امكانيه. قال لي مصر مليانه بالمواهب يعني، بس انت عشان تطلع المواهب دي هتاخد وقت عشان تفتش عليها. انا حتى بقول له هل فقدت الامل في صفقه مثلا سيرينو؟ فهو يعني ايه زي ما تقول ايه سكت شويه كده. وبعدين طب فرديت عليه بسؤال تاني، تقول هل الاهلي لا يملك القدره على انه يجيب لاعب مثلا يفتش على لاعب اخر في امريكا اللاتينيه او الجنوبيه على انه يقدر يجيب حد زي كده؟ فهو رد قال يعني مساله سنين والاهلي بذل كل جهد في الصفقه، لكن دي مساله احتراف وتفاوض وعرض وطلب ورؤيه من ناديين، نادي عاوز يشتري ونادي تاني عايز هيبيع وعنده كل واحد عنده حقه. لكن عشان تدور على موهبه هتاخد وقت، عشان سنين ده ما جاش كده فجاه طبعا، ده يعني خد عشان ينضج ويصل بالمرحله دي خد عشان يتلمع شويه كده خد 4 5 برضو سنين. برضه الصفقات ديت بتبقى ليها معايير اخرى غير المعايير طبعًا الفنيه طبعًا يعني طبعًا ممكن طبعًا على المعايير الفنيه لكن في معايير اخرى، عامل السن، طب عامل الريسيل تاني، يعني ان انا لو اشتريته وصرفت عليه كتير قوي عامل الترانسفير نفسه الفلوس هتبقى كتير، طب الفلوس دي ممكن ترجع لي ازاي؟ لان الصفقات اللي بيبقى مبالغ كبيره مع ممكن يكون لعيب على مستوى الفني كويس قوي لكن معدل السن يبقى مرتفع شويه بيبقى يعني بيبقى ليها كذا 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 نقطه بيتبص عليها يعني. هو طبعا قال انه يعني الاهلي مش شايف يعني لما جه سنين الاهلي مش هيلعب كوره، لا لا يلعب كورة ويروح، لكن طبعا وجود لاعب زي كده يعني طبعا لا شك انه يبقى اضافة، لكن عندنا اللعيبة عندنا القدرات وعندنا امكانيات. وانت انا اتكلمت على الصفقات يعني قال طب اي نادي محتاج، بس احنا مش محتاجين حاجة دلوقتي، احنا لسه عندنا موسم طويل، بعد الموسم ده الكلام هيبقى مختلف. طيب عايزين نرجع بقى للمباراة، على حضرتك شايف المباراة ازاي على المستوى الفني، وخاصة ان يعني الاثنين سيمبا بعد فوزه على فيتا كلوب عنده 3 نقط وكان مفاجأة طبعا. والنادي الاهلي بقى المستوى الرائع امام المريخ برضه 3 نقط، النادي الاهلي الاول بفارق الاهداف، فسيمبا بنفس عدد النقاط في المركز الثاني، بتتكلم عن المركز الثالث الفيتا كلاب والمركز الرابع المريخ. مباراه صعبه جدا، ومباراه عاوزه حذر دفاعي جدا، مباراه يعني تحتاج مجهود كبير من اللعيبه للفوز بيها. طبعا سيمبا هيكون منافس شرس جدا لانه خلاص في تطوير رهيب شايفه، اخر 4 سنين ففي كره قويه، شايف تصريحات المدرب بتاعهم بيقولوا استمتعوا قدام الاهلي ومتعوا جمهوركم. فانت هنا كويس انه يعني لعيبه النادي الاهلي يعني شافوا الجمهور في كاس العالم للانديه. على فكره الاغلبيه دي ما لعبتش قدام جمهور، الغالبيه ما فيش لعبه قدام جمهور بالشكل الواضح، فهنا انت عندك خبرات جمهور مش هيقعد ساكت طول المباراه، حكم المباراه بالنسبه للجماهير. وحضرتك قلت النقطه طب ليه مش ليه يعني طبعا يعني اصدقائنا وفي الكنترول وفي الاعداد قالوا ان هو هناك مش الاعداد للكورونا مش معترف بيها قوي لان اعداد قليله جدا، فمش معترف زي ما انت قلت الناس مش مصدقه ان في كورونا، اعداد قليله قوي وبالتالي بيسمح بي يمكن الاستاد ساعته 60,000 فقال لك 30,000، ولكن على الجانب الاخر طبعا النادي الاهلي على الاتحاد الافريقي، لكن الاتحاد الافريقي البلد بتقول لا احنا الحمد لله كويسين، ما عندناش بمعنى ما عندناش كورونا كتير، حالات قليله قوي لا تذكر، وبالتالي يعني حسب حاله كل بلد. يعني لو انا مثلا هلعب بكره مثلا هنا في القاهره فهلعب على الارقام الارقام اللي بتتقال من هناك ان ما عندناش ارقام كتيره، لكن طبعا النادي الاهلي عمل طبعا كل الاجراءات الاحترازيه ما فيش شك، لكن على مستوى الحضور الجماهيري قال طب ماشي انتم ما عندكوش اعداد كتيره وبالتالي سمحوا لهم ب
طبعا سلاح هيبقى في 50% 30,000 سلاح هيبقى داعم لفريق سيمبا طبعا لا شك وجود الجمهور في الملعب، لكن التحضير مهم جدا، شغل الجهاز الفني، اللعيبه عارفين اهميه المباراه، لأن الخساره فيها تبقى فيها مشكله كبيره جدا، لانه زي ما احنا قلنا واتكلمنا قبل كده الفرق اللي بتتصدر المجموعات 1 و2 لازم يبقى عندها القدره على الفوز خارج الملعب. الفوز خارج الملعب بيديك دفعه وخلاص، انت كسرت الجزئيه دي يمكن في البطوله اللي فاتت بالفوز مع الوداد واللي هو كان اهم وابرز الانتصارات اللي اتحققت في مشوار البطوله، فدي عملت معاك نتيجه كويسه جدا، اللعيبه بدا يبقى عندها خبره. فاعتقد ان المباراه مش هتبقى سهله يعني بالنسبه للفرقتين، اللياقه البدنيه هيبقى ليها دور كبير جدا في المباراه. التوقيت هيفرق معانا، ان المباراه الساعه 3 يعني خلاص انت لعبت في لعبت انت في اللي فاتت قال لك لا المباراه الساعه 9 وبتاع، لا المباراه انت لعبت برضو في الاجواء دي قريب منها، يعني لعبت برضو مباراه بالميراس برضو في حدود الساعه مثلا 5 كان برضو الشمس يعني اكيد التدريبات اللي انت هتعملها ممكن يعني مع درجه زي ما نعرفش درجات الحراره اخبارها هي، لكن خلاص احنا عدينا المفروض المرحله دي، خلاص يبقى عندنا الخبرات اللي اتاخذت من المشوار الكبير اللي حصل في البطوله اللي فاتت. فده مش مبرر لاي حاجه، عنده مبرر لا بطل افريقيا طبعا احترام المنافس بالدرجه الاولى هو اولى خطوات السعي للحصول على نقاط المباراه المهمه جدا. ان شاء الله نتمنى التوفيق لبعثه فريق النادي الاهلي، ان شاء الله يرجعوا بنتيجه ان شاء الله ايجابيه من يا رب ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي، مباراه مهمه وكلنا ثقه في الجهاز الفني واللاعبين ان شاء الله يعملوا النتيجه ان شاء الله. استاذ محمود بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا، ده كان لقائنا مع الاستاذ الكبير محمود صبري. هنروح دلوقتي مع لقاء طبعا زميلنا شريف شعبان من تنزانيا مع دكتور او طبيب الفريق النادي الاهلي الدكتور احمد ابو عبله، نشوف هذا اللقاء وبعد اللقاء فاصل ونرجع نستقبل ضيفنا الكبير الكابتن علاء نبيل.